أخبار اليوم. انت كسبان الناس دي كلها، النسبه دي مش بتاعتك، نسبتك اكتر من كده كتير. والف مبروك لمصر كلها. هايدي وعباس، عايز الخير لعباس. عباس هو خسر بس هو بيشرف بلدنا كلها. ولاف يو لاف يو لاف يو سو ماتش. لها جدا جدا انا ومحمد سراج الحقيقه، وانا كنت بتمنى طبعا فوزها، ولكن دي لعبه والحمد لله ان ربنا برضه هي راجعه نجمه. بالنسبه لمحمد طبعا متواصل مع كل زملائه في كل السنوات، بطل في ستار اكاديمي خصوصا في نسبه عباس 6%، يعني 6% غير منطقيه خالص. قسموا الخمسه، يعني مروان اخذ فوق ال 55%، وباقي ال 50% متقسمين على هايدي وعباس ونسيم. ف 6% غير منطقيه لان عباس جمهوره كبير جدا في الجزائر وبورسعيد ومصر كلها، وفي السوشيال ميديا وفي الفيسبوك وتويتر وانستغرام، فلي شعبيه كبيره جدا. صوتوا لبيسو. لبيسو تقولوا له ايه؟ بنحبه قوي والله، بنحبه قوي. عايزين تقولوا له ايه؟ بنحبه. بصي ما اقدرش اقول له تزوير، بس انا عن نفسي شايفه ان المفروض كانت هايدي هي تقابل هايدي. احب اقول لها ان مصر هتنور بيها اكيد، وكلنا فرحانين بيها وشرفتنا وفرحتنا، ومش مهم اللقب، المهم ان هي شرفتنا وفرحتنا. هايدي برضه، ان هي شرفت مصر كلها برضه، حتى لو ما نجحتش بس هي شرفتنا كلنا. قولي لي يا بابا انت جايه لمين؟ لهايدي، وبحبها قوي. بتحبيها قوي؟ بتقولها ايه كمان؟ ملناش يعني الغلابه. بحبها وبقول لها إذا كانت شخصيتك في السرقة دي كانت جميلة، كنت محترم، وكنت أنا بحبك أو أحبها، ونفسي أشوفها، وما أشوفها بحبها جدا، وما هي كمالكة الأكاديمي. وبيسوا الاثنين، ما تش لازم اللقب، المهم أنتوا معانا وأنتوا بألف لقب، مش مشكلة، خلي التصوير ينفعهم بقى. لبنان تاخده مش مهم، عادي عادي، خلي لبنان تاخده مش مهم، المصريين معروفين يعني بيهم. عشان هايدي وبيسوا، عشان هايدي وبيسوا بس. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أنا أكيد مبسوط بيكو كلكو، وبجد أنا اتشرفت بيكو، بجد شكرا لكل واحد جالي، بجد فعلا شكرا. واحنا بنحبك يا بيسو، أنا بحبكو كلكو على راسي.